رجل يدخر مبلغا من المال بلغ النصاب الشرعي للزكاة، لكنه غير متزوج أعزب ويريد الزواج عن رجل يدخر مبلغا من المال بلغ النصاب أعزب ولكنه يريد أن يتزوج بهذا المبلغ ومرت عليه سنتان، ما يدخر بالزكاة؟ بالزكاة ويتزوج، والزكاة تزيده خيرا. إذا جمع مالا ليتزوج أو ليقضي دينا أو ليبني عمارة لسكنه حال عليه الحول فإنه زكي، يلزمه الزكاة ويتزوج بعد ذلك، والزكاة تزيده خيرا، لا تزيده إلا بركة، خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم منها.